نعلم كل شيء عن الأحماض القوية. نعم، على سبيل المثال حمض الهيدروكلوريك في المحلول المائي هو قوي لأنه ينفصل بشكل كامل إلى أيونات الهيدروجين أو أيونات الهيدرونيوم، ويعتمد على كيف نريد أن نبين هذا، وإلى أيونات الكلور، وهو يعتبر حمض من تعريف أرينوس أو أرهينوس، لأنه مرة أخرى طبعا هذا في المحلول المائي حسب تعريف أرهينيوس، لأنه يزيد من تركيز أيونات الهيدروجين في الماء. إنه حامض في تعريف برونستيد لوري أيضا، لأن هذا يتبرع ببروتونات الهيدروجين، وهو حمض لويس أيضا، لأنه يمكن أن نبين حمض الهيدروكلوريك عن طريق التخلي عن هذا، إنه يأخذ أيون الكلور وكأنه يأخذ الإلكترونات لنفسه، إذا هو مستقبل للإلكترونات، إذا هذا سبب آخر لما هو حمض لويس. لكن في كل حالة إنه ينفصل تماما، لذا هو حمض قوي. الآن ضمنا عندما نسمي هذا حمض قوي، هذا يجب أن يعني أن هناك ما يسمى أحماض ضعيفة، نعم weak acids، ويمكن أن تخمنوا ما يمكن أن تفعله هذه الأحماض الضعيفة لأنها لا تنفصل بشكل كامل. لنفرض أن لدينا حمض الهيدروفلوريك HFL في محلول مائي، إنه ينفصل إلى حد ما، لذا سيكون لدينا بعض أيونات الهيدروجين، وينفصل عنه أيضا أيونات الفلور، إذا أيونات الهيدروجين، وهذا بالطبع في محلول مائي. كتبت كلمة المائي بالأزرق، لا حسنا، وهذا سوف ينفصل إلى أيون الفلور، كاتيون الفلور، نعم. لكن هذا حمض ضعيف، إذا هو ليس في اتجاه واحد، هو في اتجاهين، هذا تفاعل توازن. نعلم كل شيء عن هذا الآن، وهذا يعني أن بعض من هذا سيسير في هذا الاتجاه، بعض من ذلك سيسير في هذا الاتجاه، وكل هذه الأنواع موجودة في المحلول. وقد تتساءلون، أليس الفلور والكلور هما هالوجينات؟ لماذا هذا الفلور هو حمض ضعيف بينما الآخر هو حمض قوي؟ وهذه ملاحظة جانبية، هذا شيء دائما ما يثير استغرابي. أولا بشكل عام الهيدروجين يحب تشكيل الروابط مع، تذكروا المعادن القلوية أو الفلزات القلوية، هي هنا كل هذه العناصر، كل هذه العناصر لديها إلكترون إضافي وهو في غلاف التكافؤ، إذا هي فقط تريد التخلي عنه، وهي تميل لأن تكون ترغب في إعطاء إلكترونها لهذه العناصر على اليمين. إذا إذا كان لدينا عناصر المجموعة الأولى مع الهالوجينات في العادة ستشكل أملاح الأيونية، بحيث هذا العنصر يتخلى عن الإلكترون وواحد من هذه العناصر يأخذه، وسينتج لدينا مركب أيوني. الهيدروجين هو مختلف قليلا، الهيدروجين لديه بالضبط واحد إلكترون في الغلاف الخارجي، لديه فقط غلاف واحد، لكن الغلاف الأول هو مهم لأنه يكتمل عندما يكون فيه إلكترونين. هذه العناصر لن تكون سعيدة إذا أعطينا إلكترون إلى هذه العناصر، تريد 7 لتصبح 8، إذا لن تكون مستقرة، لكن إذا أعطينا الإلكترون إلى الهيدروجين فإن الهيدروجين سيستقر. إذا عندما يشكل الهيدروجين رابط مع هذه العناصر هنا، إنه لا يتخلى عن الإلكترون بشكل كامل. عندما يشكل الهيدروجين رابط مع الهالوجينات هنا، إنه لا يتخلى عن الإلكترون بشكل كامل، لأن الهيدروجين سيقول إذا أعطيتني بعض من الإلكترون سأحصل على 2، وإذا تشاركنا بالإلكترون سيكون لديك 8، لذا هو يحب بكل تأكيد أن يرتبط مع هذه العناصر، لكن لن يتخلى عن إلكترونه بشكل كامل. الآن حمض الهيدروكلوريك، حمض الهيدروبروميك والهيدرويوديك أو الأيوديك، أعتقد أن هذا صحيح، هذه كلها أحماض قوية عندما يرتبط الهيدروجين مع أي من هذه العناصر، هذا يعني أنه ينفصل بشكل كامل في الماء. لكن عندما يرتبط الهيدروجين مع الفلور فإنه لا يتحلل أو ينفصل بشكل كامل في الماء، والسبب هو أن الفلور هو أكثر كهروسلبية، إذا هذه الرابطة بين الهيدروجين والفلور، مثلا إذا قرنا فلوريد الهيدروجين مع حمض الهيدروكلوريك، نعم مع حمض الهيدروكلوريك، فلوريد الهيدروجين الكلوريد الهيدروجين، هذه الرابطة هي أقوى، ليست أقوى بكثير، يمكن قياس طاقة الرابطة وسنقوم بهذا في النهاية، لكن هذه رابطة أقوى من هذه
هنا، والهيدروبروميك هي الأضعف، لنرسم هذا، إذا هذه أضعف قليلا من هذه، ومن ثم الهيدروبروميك سأرسمها كخط واحد هنا، هي بهذا الشكل. إذا هذه أسهل للكسر عند وضعها في الماء. إذا فإن الهيدروجين يرى جزيئات الماء، حيث لدينا زوج الإلكترون الإضافي الطافي في الأنحاء، أو زوجي الإلكترون الإضافيين، والأكسجين يقوم باحتضان الإلكترون من هنا. إذا هناك شحنة سالبة جزئية، هذا شيء مغري له لينفصل ليرتبط مع جزيئات الماء، لكنه ما يزال يرغب أن يبقى مع الفلور. الأكسجين هو كهرو سلبي بشكل كبير، وكذلك الفلور، لذا يحب أن يصاحب الاثنان، لذا هو نوعا ما لا ينفصل بشكل كامل. لذا حمض الهيدروفلوريك هو حمض ضعيف، بينما باقي الأحماض الهالوجينية هي قوية. حسنا، مع كل ما ذكر، والهدف من هذا ليس فحص الجدول الدوري بل لإيجاد ما هي البي اتش عند تذويب، لنفرض أن لدينا 1.5 مولية من حمض الهيدروفلوريك، 1.5 مولية من حمض الهيدروفلوريك، ومن الواضح حسب التعريف، بما أنني أعطيت هذه بالمولية، هذا يعني أن ذلك المحلول، طبعا هذا المحلول في الماء، يمكن البحث عن هذا. حسنا، في الواقع سأكتب هذا، كل تفاعل التوازن هنا لديه ثابت توازن معين، جعلتكم مشوشين نوعا ما. إذا ثابت التوازن لهذا التفاعل، سأكتب هذا بالأخضر. حسنا، بما أن هذا تفاعل حمضي، حسنا سنقول أن ثابت التوازن أو ثابت الحمض كيفما نريد تسميته. بالنسبة لفلوريد الهيدروفلوريك، حمض الهيدروفلوريك يساوي تركيز النواتج، إذا تركيز أيونات الهيدروجين ضرب تركيز أيونات الفلور، نعم، تقسيم تركيز فلوريد الهيدروجين أو حمض الهيدروفلوريك، إذا HFL. إذا فحصنا هذا عند درجة 25 مئوية عند درجة حرارة الغرفة، أعتقد أننا نحصل على قيمة الثابت هنا، هي 7 ضرب 10 للقوة، أو قوة ناقص 4. إذا كان لدينا 1.5 مولية من حمض الهيدروفلوريك، هل يمكن إيجاد ما هي درجة الحموضة البي اتش؟ تذكروا، نريد أن نحل بالنسبة لهذا هنا، إذا قمنا بالحل بالنسبة لهذا عندها سنعلم تركيز الهيدروجين، ومن ثم إذا أخذنا اللوغاريتم السالب من هذا عندها سنعرف البي اتش. لنرى إذا كان بالإمكان عمل هذا. إذا نقوم بإضافة 1.5 مولية على هذا الجانب من المعادلة. حسنا، لكن بعض منه سوف يشكل هذه الأيونات، لنقل أن إكس مولية سينفصل أو يتحلل، عفوا، لذا على هذا الجانب لنرى كيف يمكن فعل هذا. إذا نضع 1.5 مولية على هذا الجانب، لنقل أن إكس مولية تسير لهذا الجانب. حسنا، لنقل إذا كان لدينا 1.5 مولية على هذا الجانب، حالما نكون في توازن، إكس تسير إلى ذلك الجانب من المعادلة، أو إكس تتفاعل لتشكيل هذه الأيونات هنا، ستنفصل. إذا حالما نكون في توازن سيكون لدينا التركيز من فلوريد الهيدروجين يساوي، حسنا، 1.5 مولية ناقص إكس. الآن ما هو تركيز الهيدروجين؟ حسنا، إذا إكس مولي أو إكس مول من هذا، إذا إكس مول من هذه، والطريقة لنبين هذا، إكس مول أو مولية من هذا، سيكون لدينا إكس مولية من هذا أيضا. إذا انفصل واحد من هذا، عندها سيكون لدينا واحد من هذا وواحد من هذا، إذا هذه ستكون تراكيز التوازن. وأعتقد أنكم تعرفون أننا على وشك أن نخوض في بعض الجبر، إذا هذه تراكيز التوازن، لنرى إذا كان بالإمكان بالحل بالنسبة لإكس. إذا نعلم ما هو ثابت التوازن، قيمة ثابت التوازن وهي 7 ضرب 10 للقوة ناقص 4، نعلم أن تركيز التوازن النهائي من حمض الهيدروفلوريك هو المولية الأصلية 1.5 التي وضعناها، ناقص أيا كان المنفصل من هذه الأيونات هنا، ناقص إكس. حسنا، وبما أن إكس انفصلت، إذا لدينا إكس مولية من الهيدروجين ولدينا إكس مولية من الفلور، والآن لدينا هذا الجبر، لنرى إذا كان بالإمكان حل هذا.
إذا هذا يساوي، أحتاج مساحة هنا للكتابة. إذا لدينا 7 ضرب 10 للقوة ناقص 4، لنضرب كلا الطرفين في 1.5، ناقص إكس، حسنا، ويساوي إكس في إكس إكس تربيع. ومن ثم إذا ضربنا في 7 ضرب 10 للقوة ناقص 4، إذا 7 ضرب 1.5 ويساوي، دعوني أكتب هذا هنا، لدينا 10.5 ضرب 10 للقوة ناقص 4، هذا ضرب هذا ناقص 7 ضرب 10 للقوة ناقص 4 إكس، نعم، يساوي إكس تربيع. هذا يبدو معقدا لكنها معادلة تربيعية، وهناك عدة فيديوهات تتناول هذا. لنضع إذن كل الأشياء في الجانب الآخر إلى الجانب الأيمن، لأنني أريد معاملات موجبة هنا. إذن إذا طرحنا هذا من الطرفين ونضيف هذا للطرفين، نحصل على 0 يساوي إكس تربيع زائد هذا. إذن زائد 7 ضرب 10 للقوة ناقص 4، نضيف هذا للطرفين، إذا يظهر على هذا الجانب هنا ناقص هذا، ونطرح هذا من الطرفين من المعادلة، إذا نحصل على ناقص 10.5 ضرب 10 لناقص أو للقوة ناقص 4. الآن هذه معادلة تربيعية هنا، وفي الواقع سأذكر ملاحظة لكم، يمكن حل هذه المعادلة التربيعية وسنحصل على إجابة. في الواقع أنا على وشك حل هذا، لكن هناك تقريب يمكن عمله، لأنه إذا نظرنا إلى هذه المعادلة التربيعية، هذا الطرف هنا إكس تربيع يهيمن على هذا الطرف هنا، حتى عندما يكون هناك قيم صغيرة نسبيا من إكس فإنه يهيمن على هذا الطرف. لذا إذا الكيميائيين نظروا إلى هذا سيقولوا إذا كان هذا الطرف هو أصغر بكثير، فمن هذا الذي هنا، في معظم الحالات قد يمكن تجاهل هذا، ومن ثم المسألة ستصبح أبسط بكثير، لأنه إذا تجاهلنا هذا الطرف هنا إنها ما تزال تربيعية، لكن لا داعي لاستخدام المعادلات التربيعية المعقدة. حسنا، سأحلها بهذا الشكل وسأضعها في مربع لأنها ستكون تقريبية للإجابة الصحيحة. إذا سأضعها في مربع هنا، هذا هو المربع. إذا إذا تجاهلنا هذا الطرف، عندها سيكون لدينا إكس تربيع تساوي ناقص، سنضيف هذا للطرف الآخر، إذا سيكون لدينا زائد 10.5 ضرب 10 للقوة ناقص 4، وإكس ستكون مساوية للجذر التربيعي لهذا، إكس ستكون، لنستخدم الحاسبة. حسنا، إذا 10.5، يجب وضع الأس أولا هنا، إذا الأس للسالب، حسنا، سالب 4، وأريد أخذ الجذر التربيعي، إذا القوة نصف يساوي 0.0324، إذا هذا يساوي 0.0324. إذا جعلنا هذا افتراض للتبسيط، سنحل هذا لتركيز الهيدروجين. هذه كانت إكس، هذه إكس، إذا هذه 0.0324. إذا أردنا إيجاد البي اتش سنأخذ فقط اللوغاريتم الناقص لهذا، لنقوم بهذا. إذا نأخذ اللوغاريتم السالب له، إذا أضفنا على اللوغاريتم للأساس 10، إذا نأخذ اللوغاريتم ونريد الناقص منه، ناقص 1.489، إذا حوالي 1.49، البي اتش تساوي 1.49. فقد تذكروا قمت بهذا باستخدام الفرضية المبسطة بحيث لم نحل المعادلة التربيعية. الآن نحل هذا حتى نتأكد بحيث نحصل على الإجابة الصحيحة، لأن هذه الطريقة الصحيحة للحصول على الإجابة الصحيحة. إذا المعادلة التربيعية ناقص بي، إذا إكس ستساوي، سأكتبها هنا، إكس تساوي ناقص 7 ضرب 10 قوة ناقص 4 زائد أو ناقص الجذر التربيعي من بي تربيع، إذا بي تربيع هي 49 ضرب 10 للقوة ناقص 8، أليس كذلك؟ 7 تربيع.
ومن ثم 10 للقوة ناقص 4 هي ناقص 4 ضرب الثان هي ناقص 8 ناقص 4 ضرب A وهي 1 ضرب C. حسنا C هي ناقص الإشارة هنا، لدينا إشارة ناقص وهذا يصبح زائد. إذن 4 ضرب 10.5 ضرب 10 للقوة سالب 4، ماذا يساوي هذا؟ هذا 42 ضرب 10 للقوة ناقص 4. أرجو أن يكون كلامي مفهوما. كل هذا على 2A، A تساوي 1، كل هذا على 2. لنرى ما يمكن الحصول عليه من الجذر التربيعي هذا الحاسبة. لاحظوا أن هذا عدد صغير بالمقارنة مع هذا. هذا كل ما يجب أن نهتم به عمليا مع الجذر التربيعي، لكن لنقوم بهذا. إذا 49 زائد 8 ناقص 8 زائد 9، هذا رقم صغير. إذا زائد 42 ضرب 10 للقوة ناقص 4. حسنا، ماذا يساوي لهذا؟ 0.004204049. إذا هذه القيمة. والآن نريد أخذ الجذر التربيعي. إذا للقوة نصف يساوي 0.06. حسنا، إذا إلى الآن إكس تساوي، سأغير اللون، ناقص 4 ضرب 10 للقوة ناقص 4 ناقص 7 ضرب 10 للقوة ناقص 4 زائد أو ناقص 0.0648. كل هذا على 2. لاحظوا أنه إذا طرحنا هنا سنحصل على عدد سالب، هذا بالأصل سالب، وإذا طرحناه سنحصل على أعداد سالبة. إذا فقط لنأخذ الإشارة الموجبة، لأنه لا يمكن أن يكون التركيز سالب. إذا إذا أضفنا هذا لهذا هنا، إذا لدينا 0.06، ومن ثم لدينا ناقص، في الواقع سأتأكد إذا كانت إشارة السالب موجودة هنا. إذا ناقص 7 ضرب 10. حسنا، أريد التأكد فقط أنه لا توجد أخطاء بوضع إشارة ناقص هناك. حسنا، هذا يبدو صحيحا. إذا لنرى، إذا سنحسب هذا. إذا نأخذ هذا ونطرح ذلك، إذا هو ناقص، بدون أن أتأكد أنكم ترون ما أقوم به. إذا لدينا 7 إي إكسبوننشال زائد 4 ناقص 4. حسنا، تقسيم 2 ويساوي 0.032. نعم، إذا 0.032. تذكروا هذا تركيز الهيدروجين، وأيضا سيكون التركيز للأيونات أو ذرات الفلور لدينا، لا يهمنا هذا. نريد فقط إيجاد البي اتش. إذا هذا 0.032 هو قريب جدا للتقريب السابق، لكن الآن لدينا العدد الصحيح. إذا لنأخذ اللوغاريتم له، ومن ثم نأخذ الناقص له. إذا اللوغاريتم لهذا، ومن ثم سنضع الناقص أمام اللوغاريتم. إذا هذا يساوي البي اتش بالضبط. إذا البي اتش لحمض الهيدروفلوريك تساوي 1.49. إذا مرة أخرى لدينا البي اتش قليلة جدا، لكن لاحظوا البي اتش هذه هي لواحد ونصف مولية من حمض الهيدروفلوريك. نعم، بينما 1 مولية من حمض الهيدروكلوريك كان أكثر حمضيا، كان له بي اتش تساوي 0. إذا بالرغم أننا وضعنا حمض أكثر هنا، لم نحصل على بي اتش قليلة كما هو الحال عندما استخدمنا مولية بمقدار 1 من حمض الهيدروكلوريك.